بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل عفاكم شابيتر 7 من سيسينا واحد. غادي نشوفو فيها اليوم عفاكم لادريس دو ريزو اي بي في 6. فوالا الوغ لي بروبليم لي او بروتوكول ديال لي بي في 4 كيحلوهمنا اولا جات الاي بي في 6 باش تحلنا المشاكل ديال اللي متعلقين بالاي بي في 4. يعني عندنا الاي بي في 6 alors on نعملوا واحد بتي كومباريزون ما بين الاي بي في 6 والاي بي في 4. دونك عندنا الاي بي في 6 فيه واحد ديسباس دادريساج اللي هو 128 بيت, يعني بالمقارنه مع الاي بي في 4 اللي فيها غير 32 ديال البيت. دونك يعني 128 ديال البيت بلو كرون سا فو دير عنده واحد ليسباس دو دادريساج اللي هو كبير جدا. فوالا دونك عندنا تقريبا اللي تقدر لي زادريس اي بي اللي تقدر نورمالمون تعملهم بالاي بي في 6 تقريبا 340 سيكستيليون ادريس اللي هو واحد العدد اللي هو خيالي جدا. بحال اللي قلتكم في واحد الفيديو بانه لدرجه ان شاك حبه رمل في الارض تقدر تاخذ اون ادريس اي بي. فوالا دونك ريزو لي ليميت لادريس اي بي, يعني لي بي في 6 جا باش يحلنا المشاكل او لي ليميت ديال لادريس اي بي في 4 و جا وجاب معاه عفاكم دي زاميليوراسيون. يعني لي بي في 6 جا معاه لي زاميليوراسيون كوم لا كونفيغوراسيون اوتوماتيك دي ادريس. يعني الاي بي في 6 جاب معاه دي زاميليوراسيون, يعني تطويرات او لا في لادريس اي بي بحال لا كونفيغوراسيون. يعني بعض مثلا لا كونفيغوراسيون ديال لادريس اي بي في 6 كتكون نورمالمون اوتوماتيك, يعني لورديناتور او لا ماشين هي اللي كتقوم بها, هي اللي كتقوم كتعطي لادريس ديالها, كتعطي لادريس اي بي في 6 راسها اوتوماتيك. فوالا علاش نورمالمون الاي بي في 6 نيسيسير, علاش هو ضروري. الوغ لو نومبر ديتيليزاتور سور انترنيت اوغمونت رابيدمون, يعني ان لي نومبر ديتيليزاتور في العالم كيتزادوا, وبما انهم كيتزادوا رجعات الاي بي في 4 ما كافياش لو مانك دادريس اي بي في 4. يعني الاي بي في 4 لي زادريس اي بي في 4 ما بقاوش كافيين باش يغطيونا هذا العدد الهائل ديال هاد لوغمونتاسيون ديال رابيد ديال لي زوتيليزاتور سور انترنيت. كاينه لي بروبليم لي على فونكسيون نات, يعني نورمالمون الاي بي في 4 فيه سكون ابيل لو نات, يعني نيتورك ادريس ترانزليشن, يعني كيعمل كيحول لي لادريس نورمالمون لادريس اي بي بريفي كتحول لادريس اي بي بوبليك. دونك هاد العمليه كتديلي الوقت وكتديلي من لي ريسورس. دونك فيها لي بروبليم هاد لا ترانزليشن من اي بي في من لادريس اي بي في 4 بريفي لادريس اي بي في 4 بوبليك. دونك فيها المشاكل و الاي بي في 6 دونك ما جابش يحلنا هاد المشكل ديال النات, يعني ما يبقاش كاين هاد النات. فوالا دونك هادو هما غالبا علاش نورمالمون الاي بي في 6 ضروري ورجع ضروري حاليا. فوالا فوالا دونك هادو هما لي زورغانيزاسيون انترناسيونو اللي مكلفين لي عفاكم بال 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 بالادريساج في شاك كونتينون, في شاك قاره من القارات الخمس. دونك عندنا هنا مثلا في افريقيا عندنا افرينيك اللي هي نورمالمون عندها لي زادريس اي بي ديالها اللي كتخدم بهم. يعني في نورمالمون دات ديبويزمون بريفي دي زادريس اي بي في 4, يعني مثلا في افريقيا في 2019 كيقولوا نورمالمون يعني الي بريفي من المنتظر في 2019 عادي تالا نورمالمون الخدمه بالادريس, يعني الاي بي في 4 ما تبقاش نورمالمون كاينه في القاره الافريقيه. فوالا نورمالمون في افريقيا في اوروبا نورمالمون راه ديجا في 2012 تلاو لي زادريس اي بي في 4 ما بقاوش كاينين باش يتعطاو لي زيتيليزاتور في الانترنيت. في امريكا نورمالمون في 2015 غادي تلاو نورمالمون غادي يكونوا تلاو. في
في امريكا الجنوبيه نورمالمون في 2014 تاعو غادي تسالاو الاي بي في 4 ما تبقاوش كاينين باش يعطيوهم لي زوتيليزاتور اكسيتير. دونك حنا نورمالمون افريقيا هي اللي معطله هنايا دونك حتى 2019 نورمالمون يعني 2019 نورمالمون راه دازت يعني 2020 فوق نورمالمون ما غادي تبقاش كاينه نورمالمون لي زادريس اي بي في 4. دونك هادو سون دي دات لي هما بريفو بريفو سا فو دير تخمينات ديال ديال هاد المنظمات العالميه. نشوفوا عفاكم لا كوكزيستانس دي بروتوكول اي بي في 4 اي بي في 6. دونك الوغ لي تكنيك بور باسي من لي بي في 4 لي بي في 6 دونك عندنا ثلاثه ديال الطرق عفاكم ولا ثلاثه ديال لي تكنيك. دونك عندنا دوبل بيل يعني انهم لي بيريفيريك عندهم دوبل بيل سا فو دير عندهم دوبل فاس سا فو دير كيخدموا بلي زادريس اي بي في 4 او كيخدموا بلي زادريس اي بي في 6 دونك كيخدموا بلادريس اي بي في 4 او كيخدموا بلادريس اي بي في 6 فوالا سيمولتانيمون يعني في نفس الوقت ما عندهمش مشكل. كاينه واحد لا تكنيك اخرى كتسمى لا تونيليزاسيون هي انه لو باكي اي بي في 6 اي تون كابسولي دون لو باكي اي بي في 4. مثلا عندنا هنا واحد الريزو نورمالمون كتخدم بالاي بي في 6 عندنا نوت ريزو كيخدم الاي بي في 6 وعندنا ان ريزو هنا بيناتهم نورمالمون كيخدم الاي بي في 4. الوغ باش تكومونيكا هاد لو ريزو هاد بي سي 1 مع بي سي 2 نورمالمون شنو كيوقع كيوقع لا تونيليزاسيون سا فيدير لو باكي الاي بي في 6 هنايا يعني الوغ هنا كيجي نورمالمون اي بي في 6 فوالا لو باكي اي بي في 6 كيجي هاد الريزو هذا شنو كيوقع له كيت اونكابسولا في لو باكي اي بي في 4 يعني انا شرحت لكم عفاكم قبل شنو هي لونكابسولاسيون يعني كي نورمالمون كيخدم في وسط الاي بي في 4 فوالا دونك الاي بي كيت اونكابسولا في وسط الاي بي في 4 عاد كيدوز من هنا وكي ديزون كابسولا اوكي رجع خدام هنايا في اي بي اي بي في فوالا. دونك هاد العمليه هادي كتسمى لا تونيليزاسيون. لا تونيليزاسيون سا فو دير اي بي في 4 هنا الاي بي في 6 هنايا كيدخل في وسط الاي بي في 4 يعني في وسط الاي بي في 4 كيخدم كيخدم هنا نورمالمون ومن بعد كيجي كي ديزون كابسولا هنا كيخرج من التونيل هنايا من هاد التونيل هادي كيخرج منها وكيرجع خدام كيرجع خدام الاي بي في 6 فوالا. هنا كاينه لا تراديكسيون. الوغ شنو هي لا تراديكسيون هي لا فونكسيون نات 64 واحد لا فونكسيون اللي هي نات 64 كسميتها بيرمي او بيريفيريك الاي بي في 6 دو كومونيكي افيك لي بيريفيريك الاي بي في 4. دونك هادي يعني بحال غنقولو نورمالمون كاينه واحد لا تكنيك ولا واحد لا فونكسيون اللي كتعملنا نات 64 اللي كتحول لي لادريس اي بي في 6 اي بي في 4 ولا من الاي بي في 4 الاي بي في 6 فوالا. دونك هادي هي طريقه باش تدوز من اي بي في 4 لاي بي في 6 ولا لي ماشين لي ماشين اللي عندهم الاي بي في 4 يتكومونيكاو مع لي ماشين اللي عندهم اي بي في 6 فوالا. دونك هادو هما ثلاثه ديال الطرق اللي كاينين اللي معروفين في الريزو باش ندوزو من اي بي في 4 لاي بي في 6 اي فيس فيرسا فوالا. Voilà, demain je vois comme la représentation de l'adresse IPv6. Alors l'IPv6 normalement, il y a qu'on a une de l'adresse, la longueur de la ligne, normalement, alors là. Alors IPv6 normalement qui redem les caractères hexadécimal. فوالا الوغ لي كاركتير هكساديسيمال يعني من زيرو ان اف فوالا. دونك لي كاركتير هكساديسيمال عندنا من زيرو ا اف دونك من زيرو حتى ان اف. دونك هادو هما لي كاركتير هكساديسيمال عندنا من زيرو ان اف وعندنا 10 هي ا والبي هي 11 والسي هي 12 والدي هي 13 والاو هي 14 والاف هي 15 فوالا. دونك عندنا زيرو AF. Alors, ou un seul caractère hexadécimal qui est codable binaire, chal, qui est codable par 4. Voilà, donc 4 ديال لي بيت. دونك مثلا عندي F اللي هي شحال هي 0 هي 1 1 1 1 فوالا. دونك F هي 1 1 1 0 هي 4 ديال الزيروز. دونك شاك كاركتير هكساديسيمال كيتكود لي ب 4 ديال لي بيت 4 ديال لي بيت فوالا. دونك بما ان شاك كاركتير هكساديسيمال
الاسكودا اللي باربعه ديال لي بيت. اذا قلنا لادريس اي بي في 6 فيها في المجموعه 128 ديال البيت، اذا 128 مقسومه على 4 ديال لي بيت، دونك شحال غادي تكون فيها نورمالمون لادريس اي بي في 6 من كاركتير هكساديسيمال؟ جاوبوني عفاكم. دونك غتكون هي 128 مقسومه على 4، دونك على اللي غادي تعطي لها نورمالمون 32 كاركتير هكساديسيمال. دونك اذا حسبتو نورمالمون مثلا هاد لادريس اي بي في 6 لادريس اي بي في 6 غتجبرو فيها 32 كاركتير هكسا ديسيمال. فوالا دونك 32 كاركتير هكسا ديسيمال فوالا. ودونك عندنا 32 كاركتير هكسا ديسيمال الوغ هاد 32 كاركتير هكسا ديسيمال كنقسموهم حتى هما على 4، دونك نعملو 4 ديال لي جروب، 4 ديال لي جروب ديال كاركتير هكسا ديسيمال، وكنعملو دو بوان ها كنفرقهم بدو بوان، وكنعملو 4 لي 4 لي 4 سويفون، يعني 4 لي موراهم. وانا ماشي عفاكم حسن نوصل 32 كاركتير هكسا ديسيمال. دونك 4 ب 4، دونك 4 كنعمل دو بوان، عاوتاني كنعمل 4 كنعمل دو بوان، 4 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 دو بوان، فوالا. دونك حتى كنسالي نورمالمون الاي بي في 6 ديالي كامله فوالا. دونك هذه هي لادريس اي بي في 6. دونك الى لاحظتوا شحال عندي ديال لي بلوك اون 4 كاركتير هكسا ديسيمال، اذا جينا نحسبوهم شحال، دونك عادي تعطي لي نورمالمون هنايا دونك 32 مقسومه على 4 شحال هي، كتعطي لي نورمالمون 8 فوالا. دونك 8 ديال لي بلوك، دونك 8 ديال لي بلوك فوالا. دونك ها البلوك الاولاني ها، موراها دو بوان كنعملو البلوك الثاني، موراها دو بوان كنعملو البلوك الثالث، البلوك الرابع، البلوك الخامس، البلوك السادس، البلوك السابع، والبلوك الثامن فوالا. دونك 8 ديال لي بلوك اون اكسا ديسيما فوالا. دونك هنا نورمالمون الوغ اكسا الوغ اكس تيت او لا تيرم اوفيسيو كي ديزين ان سيغمون دو ستاج ديال بيتس او دو 4 فالور اكسا ديسيمال كتسمى لو هكس تيت ها فوالا. دونك هذا غنسميوه الهكس تيت فوالا، الهكس تيت ولا كنسميها انا نورمالمون ان بلوك، بلوك دو 4 فالور اكسا ديسيمال فوالا. Normalement, qui est un extet. Donc, le terme officiel le terme officiel le bloc ou le hex, le extet. Voilà. Format privilégié pour la représentation des IPv4. Donc, alors IPv4 normal, IPv6, désolé, IPv6. Donc, il y a quatre lettres. On a normalement IPv6. Normalement, qu'est-ce que c'est belle chose que là, le premier hextet, ou le premier bloc, ou là, mora on a le deuxième hextet, etc. Huit milliards de hextet. Donc, on a normalement, finalement, huit milliards de hextet, ou le milliard de blocs. Ou chaque hextet, ou chaque bloc fait normalement quatre ديال لي كاركتير ولا الاربعه ديال الاربعه ديال لي كاركتير هكسا ديسيمال ولا الاربعه ديال لي فالور هكسا ديسيمال فوالا. ندوزو نشوفو عفاكم دابا كيفاش غادي نختار نورمالمون لادريس اي بي في 6. الا جينا نكتبوها على هاد الشكل هذا راه كتكون نورمالمون كبيره فوالا، يعني كاينه نورمالمون هنايا بعض لي كاركتير هنايا نقدروا نستغناو عليهم، يعني نقدروا سكون ابي نعملوا لها الاختصار، نقدروا نعملوا لها لابريفياسيون او لا الاختصار او لا لا ريدكسيون فوالا، يعني نقدروا نغيدويوها الوغ او ميتر لي زو الوغ باش نختصروا هاد لادريس اي بي اللي هي الاي بي في 6. عندنا جوج ديال لي ريغل، عندنا لي ريغل الاولى هو ان لي زيرو اللي على الشمال كنحذفوهم ها، دونك هادي هي لا ريغل الاولى. الوغ افان دو ريدوير او دو كومبريسي لادريس اي بي في 6 لا بروميير ريغل كونسيست ا ميتر لي زيرو او ديبي دان هكستيت، يعني نورمالمون هاد لي زيرو اللي على الشمال ها كنزولوهم فوالا. دونك في شاك هكستيت ها، في شاك هكستيت لي زيرو اللي على الشمال كنزولهم، انا زولتهم نورمالمون هنايا هادو اللي بالحمار دونك كنزولهم. الوغ كتعطيني نورمالمون هنايا 2001 دي بي 8 0، كنخلي واحد زيرو ها، زيرو ضروري باش كان باش كان باش كان باش كنريبريزونتي واحد ديك لو هكستيت
فوالا دونك زيرو هنايا زيرو هنايا زيرو هنايا وهنايا نورمالمون زولت زيرو على الشمال تعطيني 100 200 فوالا دونك من بعد الوغ الوغ من بعد نورمالمون شنو كنعمل هنا نورمالمون مثلا عندنا هادي مثلا سوبوزون عندنا هادي ها عندنا دابا سوبوزون عندي هاد لادريس ماك هادي باغ اكزومبل دونك عندي 2001 0 دي بي 8 دونك هادي لادريس هاد لادريس ماك هادي اللي هنايا لي ديفيرون كو هادي دونك غير باش تعرفوا نورمالمون كومون اون في بور 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 كومبريسي لادريس اي بي في 6 دونك عادي نورمالمون هنا نورمالمون عندنا 0 على الشمال نزولوها هنا عندنا 3 ديال زيروس غادي نزولوهم هنا هاد زيروس على اليمين ما كنزولهمش ياك كنخليهم كما هما لقاش علاش على اليمين نورمالمون هاد الزيرو 3 زيروس على الشمال حتى هما كنزولهم واخا كنخليو زيرو كاين هنا كنخليها باش كيغوبريزونتي لي داك ليكستيت هنا عندنا 3 ديال زيروس على الشمال هنا عندنا 3 ديال زيروس على الشمال كنزولهم هنا عندي 01 على الشمال كنزولو فوالا دونك الوغ كتعطيني 2001 دي بي 8 0 على الشمال زولته هنايا هنا عندي A وهنا عندي 0 وهنا عندي 0 وهنا عندي 0 وهنا عندي 100 فوالا دونك دابا سوبوزون مثلا عندي هاد لادريس ماك هادي سوبوزون عندي هاد لادريس اي بي في 6 ديزولي عندي هاد لادريس اي بي في 6 هادي الوغ نورمالمون كلشي 0 الوغ شنو غادي نعمل نعمل فيها 0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 فوالا دونك هادو هما لي زادريس هي هادي القاعده الاولانيه نورمالمون الزيروس نورمالمون اللي على الشمال في شاك هيكستيت كنزولو فوالا ندوزو عفاكم القاعده الثانيه القاعده الثانيه هي ان نورمالمون عندي مثلا واحد مجموعه ديال الاكستيت فيهم غير الزيروس كنجمعهم حتى هما كنجمعهم فوالا دونك كنجمعهم بايش كنجمعهم بدو بوين بدو بوين فوالا نعطيو مثال عفاكم هنايا الوغ مثلا عندي 2001 0 دي بي 8 0 0 0 0 0 0 0 0 A B C D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 دونك هذه هي الادريس اللي هي نسميوها هذه هي ليكسبونونسي اولا هذه هي اللي هي الادريس كومبلي كامله دونك ندوزو لا ريغل الاولانيه الوغ لا ريغل الاولانيه نزولو عفاكم لي زيرو اللي على الشمال دونك حنا زولناهم هنايا ها هما زولنا زيروس اللي على الشمال ها هما فوالا كتعطيني هاد لادريس هادي فوالا ندوزو عفاكم دابا لي زيروس اللي نورمالمون مربعطيتهم كنجمعهم نورمالمون ولكن كنعاودها مره وحده هادي اللي خصكم تاخذوها هادي اللي خصكم تركزوا فيها كنعملها مره وحده هاد العمليه هادي يعني اذا عملتها مثلا دونك دابا مثلا هاد جوج زيروس انا مع بعطيتهم جاوا مربعطيتهم غنجمعهم بدو بوين دو بوين ولكن ما غادي نعاودهاش هنايا مثلا عندي هنايا الزيرو تا هما هما جوج ديال لي زيرو مربعطيتهم ولكن ما كنعاودهاش كنخليهم كما هما فوالا ما لحقاش نورمالمون هاد لا ريغل الثانيه كنعملها مره وحده في لادريس في لادريس اي بي في 6 كنعملها مره وحده دونك هاد العمليه هادي اللي هي كنجمع لي زيرو اللي جاوا مربعطيتهم كنجمعهم بدو بوين دو بوين عقلوا عليها كنعملها مره وحده فوالا دونك حنايا عملناها عفاكم مره وحده فوالا و كان يا اما كنعملها يعني هنايا نعملها يا اما هنايا فهاد هنايا اولا نعملها هنايا عندي الاختيار ها عندي الاختيار فين نعملها دونك يا اما كنعملها في هاد هاد لي سويت هادو لي زيرو اللي عندي هنايا اولا كنجيو كنعملها هنايا كنعملها عندي الاختيار هنايا فوالا ولكن اذا كان مثلا عندي مثلا واحد سويت ديال لي زيرو فيها غير مثلا هنايا عندي غير جوج وهنا عندي مثلا 3 ديال لي سويت دو زيرو مثلا عندي 0 2.0 2.0 كنعطي الاولويه لهذيك الكبيره اللي فيها 3 هادي تا هي خذوها بعين الاعتبار عفاكم دونك غادي نعملها في ديك 3 اللي فيها مثلا 3 ديال لي زيرو متبعين ها هادي تا يركزوا فيها عفاكم مثلا عندي هنايا 0 2.0 هنا مثلا عندي 0 2.0 2.0 دونك فين غادي نعمل دوك 2.2 نجي ها هنا ونعملها وخلي هاد 0 2.0 2 خليها كما هي هنايا فوالا دونك هادي تا يركزوا فيها عفاكم فوالا هادي هي لا ريكل الثانيه دونك كنكونوا عفاكم سالينا
الطريقه كيفاش نكومبريسي او لا نكومبوزي فوالا alors voilà نكومبريسي فوالا نكومبريسي l'adresse IP V6 فوالا voilà donc هذه هي لا règle مثلا نشوفوا عفاكم واحد ليكزومبل هنايا في لا règle الثانيه alors في هنا مثلا عندي هاد فوالا دونك مثلا عندي هاد لادريس اي بي في سي سي هادي الوغ اف اف 0 جوج الوغ نورمالمون لي 0 الريغ الاولانيه كتقول لي لي 0 اللي على الشمال كنزولهم الوغ 0 0 0 0 0 0 ها هي هنا واحد فوالا الوغ لي 0 اللي متابعين دونك غادي نجمعهم بدو بوان دو بوان دونك غتعطيني اف اف 0 جوج دو بوان دو بوان واحد فوالا ها هي دو بوان دو بوان جمعت هاد لي زيرو هادو كاملين جمعتهم بدو بوان دو بوان بقات لي واحد انا كتبتها هنايا فوالا هنا نورمالمون هنا الا كانت عندي كامله زيرو صالوغ كيفاش غادي نعمل القاعده الاولانيه قلنا القاعده الاولانيه لي زيرو اللي على الشمال كنزولهم ها هما لي زيروس اللي على الشمال دونك انا زولتهم عطاتني 0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 الوغ هنا نورمالمون باش نطبق القاعده الثانيه الوغ واحد لي زيرو متابعين كنعمل لهم 2.2 دونك تعطيني هي لادريس اللي هي نورمالمون هذه هي هذه نورمالمون هذه نورمالمون هاد لادريس الاي بي في 6 نورمالمون ليكيفالون ديالها ولا لا فالور كومبريسي ديالها هي هذه الاختصار ديالها هي هذه فوالا دونك هذه هي الاختصار ديالها الوغ عطانا نكتب مثلا هاد لادريس ماك نكتب هاد لادريس اي بي في 6 هادي كامله كنكتب غير دو بوان دو بوان وكيعرفها كتعرفها نورمالمون البيريفيريك ولا كيعرفها كتعرفها لا ماشين بان هي هادي هي فوالا الوغ لي تيب دادريس اي بي في 6 الوغ لي تيب دادريس اي بي في 6 كنقسموهم ثلاثه ديال الاقسام عفاكم عقلوا على هادو عفاكم دونك عندنا بالنسبه للي تيب ديال اي بي في 6 عندنا ولا ثلاثه ديال الانواع عندنا منهم ثلاثه ديال الانواع دونك شنو هما دونك عندنا لو مونو ديفيزيون كتسمى الاي بي في 6 مونو ديفيزيون يعني اون سول سورس دادريس اي بي في 6 و اون سول ديستيناسيون يعني من ان مونو ديفيزيون يعني ماشا من واحد بي سي لواحد بي سي ولا من واحد لا ماشين اخرى دونك من واحد لواحد وعندنا لا ملتي ديفيزيون يعني une adresse de multidiffusion IPv6 est utilisée pour envoyer un seul paquet IPv6 vers plusieurs destinations. يعني عنصرد من واحد لواحد المجموعه ها من واحد المجموعه اللي هي جوج مفوق فوالا يعني destination يعني vers plusieurs destinations كتسمى la multidiffusion. عندنا عفاكم الانيكاست الانيكاست هي من واحد الاقرب من واحد يعني من واحد الاقرب يعني هو نورمالمون هي نورمالمون فحال غنقولوا هي ملتي ديفيزيون كتسرد من واحد لواحد المجموعه ولكن ديك المجموعه شكون اللي غادي توصل بها دوك مالمو هذا مثلا ملتي ديفيزيون كتسرد من واحد لواحد المجموعه ها مثلا واحد المجموعه الانيكاست كتسرد من واحد من واحد المجموعه ولكن شكون اللي غادي ولكن شكون اللي غادي توصل بداك الميساج غادي توصل بانه اللي غادي توصل به هو الاقرب الاقرب فوالا مثلا الاقرب اولا اللي اولا اللي عنده الكوست ناقص فوالا اللي عنده الكوست ناقص الكوست شنو هو هو الكلفه فوالا يعني اللي عنده الكلفه ناقصه هو اللي عادي يعني الكلفه اللي باش نصيفط من هنا مثلا 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 نعملو مثلا نصيفط من هذا البي سي هذا من هذا البي سي هذا الكلفه ديالها مثلا تعطيني باغ اكزومبل مثلا الكلفه ديالها اللي هي غتكون مثلا واحد مثلا واحد سيبوزو غنتي كيما بغيتي نورمالمون الكلفه ديالها هي واحد اليونيتي ديال الكلفه وداك الساعه نشوفوها عفاكم الكلفه ديالها هي واحد ومش غنصر هذا باغ اكزومبل من هاد بي سي هذا هاد السيرفر هذا الكلفه ديالو باغ اكزومبل مثلا هي جوج مثلا دونك انا الا سرت بالانيكاست نورمالمون شكون اللي غادي توصل في هاد المجموعه هادي في هاد المجموعه هادي شكون اللي غادي توصل بها غادي توصل بها اللي عنده الكلفه ناقصه اللي هو واحد فوالا اللي هو واحد دونك هو هاد البيسي هذا هو اللي غادي توصل بهذاك الميساج دونك نورمالمون قلنا الانيكاس كتسرد من واحد لواحد المجموعه ولكن ديك المجموعه شكون اللي غادي توصل شكون اللي غادي يغوسوفي ديك الميساج ولا شكون اللي غادي توصل بداك الميساج اللي عنده الكلفه ناقصه اولا الاقرب
Voilà, donc avec ce mal NCAS, une adresse NCAS IPv6, une adresse de monodiffusion IPv6 qui peut être attribuée à plusieurs équipements. Voilà, donc يعني هو normalement كان عطاه مثلا IPv6 اللي هي انيكاس كنقدر نعطيها بزاف ديال لي زيكيبمون واللي قلنا اللي كيتوصل بها هو الاقرب. فوالا هو الاقرب او لا اللي عنده الكوست ناقص. فوالا دونك هذيك كتسمى الانيكاس. اللي خصكم تاخذوا بعين الاعتبار هنايا هو ان الديفيزيون اللي شفنا في الاي بي في 4 ما كاينش في الاي بي في 6. دونك هادي ركزوا عليها فكم الديفيزيون اللي كنا شفناه في الاي بي في 4 ما كاينش هنا في الاي بي في 6. دونك ما كاينش شي ادريس اللي كتسمى ادريس دو ديفيزيون في الاي بي اي بي في 6. فوالا voilà donc on a la longueur du préfixe IPv6 normalement on a la longueur du préfixe IPv6 est utilisée pour indiquer la partie réseau de l'adresse IPv6 on a normalement l'adresse IPv6 quand on se met en jeu de l'axam on a une adresse qui est le préfixe une partie qui est le préfixe une partie qui est l'ID de l'interface alors la longueur du préfixe peut être comprise entre 0 et 128 بحال اللي كنا شفنا في الاي بي في 4 كنقسموا جوج الاقسام لا بارتي ريزو لا بارتي ماشين حتى الاي بي في 6 كنبدلوا الاسماء هنايا دونك عندنا بريفيكس وعندنا الاي دي دو لانترفاس لا لونغور دو لا بريفيكس اي بي في 6 ستاندار بور لا بليبار دي لان 64 يعني غالبا كنعملوا كنقسموا لادريس اي بي في 6 كنقسموها جوج ديال الاقسام بمعنى فيها 128 هو هاد بريفيكس يقدر يوصل حتى 128 بيت ولكن بحال نقولوا لا بارتي ريزو تقدر توصل حتى 128 ديال البيت ولكن لا بليبار ديال لي ريزو لوكال كان كيكون فيها لو بريفيكس 64 ديال البيت يعني لادريس اي بي يعني لادريس اي بي في 6 كنقسموها جوج على جوج يعني بما 128 كنقسموها على جوج كتعطينا 64 ديال لي بيت بالنسبه للبريفيكس و 64 ديال لي بيت بالنسبه للاي دي الاي دي لانترفاس بريفيكس هو لا بارتي ريزو ou l'ID de l'interface ou l'équivalent de la partie machine IPv4. Voilà. مثلا عندي هذا ليكزومبل هذا مثلا عندي 2001 دي بي 8 A.2.2.64 الوغ هادي نورمالمون الوغ كتعرفوا نورمالمون كيفاش غادي نرجعوا من 2001 مثلا دي بي 8 هادي الفورما شمن فورما هادي ديال لادريس اي بي في 6 هادي الفورما كومبريسي ها يعني لو فورما كومبريسي ديال اي بي في 6 فوالا دونك باش نرجعوا عرفاكم شنو هي الاي بي في باش نرجعوا للفورما كومبلي ولا للفورما اكسبونونسي ولا للفورما الاصليه شنو كنعملوا دونك عندنا 2001 ها 2001 كنعمل 2001 هي كما هي لحقاش فيها 8 ديال هذيك دونك ها هي 2001 كنزلها هنايا هي 2001 موراها عندي دي بي 8 قلنا بان شاك هيكستيت فيه 4 ديال لي فالور هيكسا ديسيمال دونك كنعمل دي بي 8 هنايا وكنحط زيرو على الشمال ها هو ها لحقاش هذاك هو اللي حذفناه قبيلاتي نورمالمون ملي دوزنا من 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 اكسبونونسين يعني دوزنا من الكومبلين كومبريسي راه حنا حذفناه ها هو دونك كنزيدوه دابا فوالا دونك دي بي 8 هنا عندي ا دونك دو بوان ا يعني شنو غادي تكون عندها شنو زولنا هنايا زولنا ثلاثه ديال الزيروس ثلاثه ديال لي زيرو هيكسا ديسيمال زولناهم من هنايا دونك ها هما كنرجعوهم ثلاثه ديال لي زيرو 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 ا هنا ردوا بالكم دونك هنايا عندنا دو بوان دو بوان يعني زيرو يعني دو بوان دو بوان يعني سويت دو زيرو ولكن شحال ديال لي سويت دو زيرو غنعمل ها شحال ديال لي سويت دو زيرو غادي نعمل دونك كنحسب كنجي هنا عندي 2001 ها هو ليكستيت الاولاني ليكستيت الثاني هو هذا وليكستيت الثالث هو هذا عندي في المجموع هنا ثلاثه ديال ليكستيت وشحال في المجموع انا عندي في لادريس اي بي في 6 مجموع عندي فيها ديال ليكستيت عندي فيها 8 دونك شحال خصني نزيد ديال ليكستيت فيهم الزيرو هنايا خصني نزيد ها خمسه ديال ليكستيت تري بيان دونك غنزيد ها واحد ديال ليكستيت ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه و خمسه فوالا دونك خمسه ديال ليكستيت اون زيرو باش نكمل لادريس اي بي في 6 ديالي كومبلي فوالا وكنجيو كنقسم نورمالمون 64 شحال هي 64 64 ديال لي بيت شحال فيها ديال ليكستيت ها
قولوا لي عفاكم 64 ديال البيت شحال فيها ديال الاكستات، بما ان عندي سلاش 64 يعني هذا هو لو ماسك بالنسبه لهذا الادريس اي بي في 6، هذا هو لو ماسك يعني شحال فيها ديال شحال فيها ديال لي بيت، دونك راه فيها 64 ديال لي بيت، دونك الا جينا نحسبوا هذا هو 64 ديال لي بيت واحد. بما ان نورمالمون عندي شاك فالور اكس ديسيمال فيها 4، وشحال ديال لي فالور عندي هنايا، عندي نورمالمون هنايا 16، دونك 16 في 4 16 ديال لي فالور اكس ديسيمال، دونك 16 في 4 هي 32، 16 في 4 هي 64 فوالا فوالا، دونك راه هي 64 ديال 64 ديال لي بيت فوالا. دونك هذه هي لا بارتي ديال بريفيكس، هذه هي لا بارتي ديال بريفيكس، وهذه هي لا بارتي ديال الاي دي دانترفاس. الوغ ملي كيكون عندي نورمالمون هيدا بحال غنقولوا هادي نورمالمون هادي ما كتحاداش، يعني لا بارتي بريفيكس ما كتحاداش، كتكون عند الناس ديال لي ريزو اللي كينتمي من واحد الريزو كاملين كتكون عندهم مشتركه، ما كتحاداش. وفي كنبدل في الاي دي ديال الانترفاس اللي هو لا بارتي ماشين في اي بي في 4 فوالا. فوالا دابا ندوزو عفاكم نشوفو لي زادريس دو مونو ديفيزيون اي بي في 6. دونك قلنا كاينه ثلاثه ديال الانواع ديال اي بي في 6، عندنا المونو ديفيزيون وعندنا ملتي ديفيزيون وعندنا الانيكاس. عقلوا على هادو، كاينه ثلاثه ديال الانواع ديال اي بي في 6، عندنا المونو ديفيزيون وعندنا ملتي ديفيزيون وعندنا الانيكاس. انيكاس كتسمى فوالا. دونك هاد الانيكا دابا ندوزو نشوفو عفاكم التيب الاولاني، حتى تيب الاولاني فيه بزاف ديال لي تيب، عاود غنشوفوهم دابا. دونك عندنا الادريس مونو ديفيزيون، نشوفو دابا المونو ديفيزيون النوع الاولاني اللي هو المونو ديفيزيون اي بي في 6 شحال فيه ديال الانواع تا هو، راه بزاف تا هو كيتقسم بزاف ديال الانواع، غنشوفوها مع فاكم. عندنا المونو ديفيزيون جلوبال فوالا، دونك عندنا المونو ديفيزيون جلوبال وعندنا اللينك لوكال وعندنا البوكلاج وعندنا لادريس نون سبيسيفي وعندنا لادريس لوكال اونيك وعندنا الاي بي في 6 اي بي في 4 انتيغري. دونك غادي نشوفوهم كاملين عفاكم. هنا عندي الجلوبال مونو ديفيزيون جلوبال ليكيفالون ديالو في اي بي في 4 هو بوبليك، هذا هو بوبليك كنا شفنا في الاي بي في 4، هذا هو لادريس بي بوبليك. غنشوفو عفاكم بلاج ديالها شحال هو فوالا. دونك هذا هو البوبليك، ليكيفالون ديالو في الاي بي في 4 هو البوبليك فوالا، جلوبال كيتسمو. يعني هادو سون دي زادريس اللي هما كيكونوا روتي في الانترنت، روتابل في الانترنت فوالا. عندي واحد النوع اخر اللي كيتسمى لينك لوكال، هذا اللينك لوكال هو ليكيفالون ديال لادريس ابي با في الاي بي في 4. ابي با يعني شنو هي ابي با؟ قلنا مثلا واحد لادريس واحد ما ماشيين في الريزو، يعني نقدر نعطي لها لادريس يا اما ستاتيك ولا ديناميك. ديك لا ماشين ولا عطيتها نورمالمون ما عطيتهاش ستاتيك، ما عطيتهاش واحد لادريس اي بي ستاتيك. جو بارل دابا في الانترنت، جو بارل دابا في اي بي في 4. اذا ما عطيتهاش لادريس اي بي في 4 ستاتيك كنعطيها ديناميك فوالا، كنعطيها نورمالمون الاي بي في 4 ديناميك ولا نورمالمون اوتوماتيك. داك الاي بي في 4 ديناميك كيمشي يجيبها هو، داك لا ماشين كتمشي تجيبها من 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 واحد السيرفر اللي هو سيرفر دي اتش سي بي. سوبوزون دابا داك لو سيرفر دي اتش سي بي ما 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 كي ما 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 جبروش، ما كاينش ما كاينش نورمالمون ديسپونيبل داك الريزو. الوغ شنو كياخذ؟ كياخذ نورمالمون داك لا ماشين كتاخذ واحد لادريس كتسمى لادريس ابي با فوالا. دونك كتختار راسها فوالا، يعني لا ماشين كيعطيها لراسو فوالا، كتاخذ داك يعني لو سيستيم، لو سيستيم ديال السيستيم ديال سيستيم ديكسبلوطاسيون ديال داك لا ماشين هو اللي كيعطي لها كيعطي داك لادريس اللي هي كتسمى لادريس ابي با. حتى بالنسبه في الاي بي في 6
دونك داك لا ماشين نورمالمون اي ماشين نورمالمون في الريزو كتكون عندها واحد لادريس كتسمى لينك لوكال واللي كهي نورمالمون لا ماشين كيعطيها نورمالمون كيعطيها نورمالمون الراس فوالا دونك وكيجيبها نورمالمون من كيجيبها كيجيبها من 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 كاين بزاف ديال الطرق نورمالمون من كيجيب داك هاد من كيعطي داك اللينك لوكال وغالبا كيجيبها من من لادريس ماك ديالو لادريس ماك ديال داك لانترفاس ريزو فوالا. عندي واحد لادريس اخرى كتسمى لادريس دو بوكلاج. الوغ لادريس بوكلاج قلنا هي واحد لادريس اللي هي نورمالمون باش كت نورمالمون كت تيستي نورمالمون تي سي بي بي واش واش خدام مزيان ولا واش مكونفيغري مزيان فداك لا ماشين ولا لا. واللي هي كنا شفناها عفاكم في 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 لادريس اي بي في 4 اللي هي 127.0.0 باغ اكزومبل واحد ولا هي ليكيفالون هنايا في في اي بي في 4 اللي هي 127.0.0.0 ولا 001 ولا 002 اكسيتيرا. دونك هذه كتسمى لادريس دو دو بوكلاج. هنايا في الاي بي في 4 في الاي بي في 6 عندها 2.2.1/128 فوالا. هنا لادريس نو سبيسيفي يعني لادريس نو سبيسيفي هذه ما كايناش ما كتعطاش هاد لادريس هذه ما 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 نقدروش ندخلوها هذه خصنا نستثنيوها ما داخلاش مع لي زادريس اي بي في في 6 واللي هي 2.2.128 صافي دير 2.2.128 صافي دير كلشي زيروس كلشي زيروس هذه ما 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 عندهاش ما ما, ما كايناش في الاي بي في 6 صافي دير نو سبيسيفي. وعندي واحد تيب اخر كيتسمى لوكال اونيك او لا لوكال اونيك او لا سيت اونيك يعني ما كتسمى كتسمى قبل في لو يعني في 2000 2001 2002 كتسمى سيت اونيك او اونيك سيت دابا رجعوا كيسميوها لوكال اونيك فوالا لوكال اونيك. وهذه هي ليكيفالون ديال لي زادريس بري بريفي في اي بي في 4 هذه هي ليكيفالون ديال لي زادريس بريفي في الاي بي في 4 فوالا. نورمالمون هادو هما لي تيب غالبا هادو هما لي الانواع ديال لي زادريس دو مونو ديفيزيون اي بي في 6 فوالا. دونك انا لي زادريس دو مونو ديفيزيون لينك لوكال الوغ شوفوا عفاكم اللينك لوكال دابا الوغ ادريس لوكال قلنا كيخدموا غير في نورمالمون نورمالمون كي بحال هي واحد لادريس اللي هي هي بحال ليكيفالون ديال الابي با في اي بي في 4 الوغ بيرميت ان ايكيبمون دو كومونيكي افيك دوتر تيرمينو اي بي في 6 سور لو ميم ليزون يعني هما كيخدموا غير في الريزو لوكال كيخدموا غير في الريزو لوكال نورمالمون مثلا هاد بي سي هذا باغ اكزومبل بغا يتكومونيكا مع هاد مع هاد l'imprimante normalement m'a dit chi l'adresse IP globale hein, l'adresse IPv6 globale mais a dit chi gher IPv6 link link local voilà لينك لوكال اي بي في 6 هي اللي غادي يحتاج باش غادي يتكومونيكا معها مع مع لامبريمونت فوالا. علاش غادي يحتاجها غير هي حيت هو في لو ميم ريزو فوالا في le même réseau voilà. Alors sans créer même si aucune adresse de monodiffusion globale IPv6 n'a été attribuée à l'équipement يعني هما normalement qui créa ou la machine qui créa راسها normalement هاد لينك لوكال la machine qui créaهم راسها قلنا le système d'exploitation هو اللي كي créaهم suivant طبعا واحد يعني suivant طبعا واحد واحد لي règles اللي كيعملهم alors qui جيبها normalement غالبا كي جيبهم من من كي créaهم à partir من ادريس ماك ديالو. دونك انا نشوفو الطريقه من بعد كيفاش هنا هاد لي زادريس اي بي في 6 عندهم واحد لابلاج ديالهم اللي هما اف او 80 يعني هادي مفروضه عليك مفروضه نورمالمون تكون اف او 80 سلاش 10 الوغ اف او 80 سلاش 10 الى لاحظتوا هنايا نورمالمون الاف او شحال عندنا نورمالمون الاف في الاف او الوغ اف او 80 الى لاحظنا هنايا عندي 8 ديال لي بيت اف او نورمالمون 8 ديال لي بيت ياك يعني هنا 4 اف فيها 4 و او فيها 4
يعني هي 8 وهاد 8 هادي غنحولوها حتى هي البينير. الوغ 8 اذا حولناها للبينير غادي تعطينا هي 100. دونك عندي اف اف او اف او 8 شحال هي؟ هي قلنا 100. فوالا دونك هاد هنا عندي 8 ديال لي بيت، هنا عندي 4 في اف عندي 4 وفي او عندي 4 وهنايا هي 8 وهنايا هذا هو التاسع البيت التاسع هذا البيت العاشر. فوالا دونك من هنا ان هنا كتكون مفروضة عليك يعني اف او 10 في البينير. ها هادي مفروضة عليك، هادي راه بالبينير، هادي باش تكونوا عارفين هادي في البينير. دونك اف او نورمالمون هنا مثلا اذا كانت عندي باغ اكزومبل هنا 1 شنو غادي تكون؟ غتكون هنايا هي 9. دونك اف او 9 فوالا غتكون عندي اف او 9. دونك اللي هنا مفروض هو اف او 8 يعني اف او 8 0 دو بوان دو بوان سلاش 10 يعني سلاش 10 هي هادي هي. دونك غالبا كيكونوا على هذا الشكل هذا. واللي يبقى هنايا نورمالمون هذا بارتير من هذا الزيرو من فوق يعني شحال كيبقى لي نورمالمون 10 من 128 كتبقى لي نورمالمون 118 ادريس اي بي 118 بيت. هذيك نورمالمون عندك الحق تعمل فيها اللي بغيتي نتينا نورمالمون، ماشي نتينا نورمالمون يعني لا ماشين عنده الحق يعمل فيها اللي بغى. فوالا دونك اون ريغل جينيرال سيت لادريس لينك لوكال دو روتور كي يوتيليزي كون باسريل بار ديفو بور لي زوتر ايكيبمون سور لا ليزون. يعني لينك لوكال نورمالمون دو روتور هو اللي كيكون اوتيليزي كوم باسريل. مثلا هاد لو روتور عنده هنايا لانترفاس ياك، عنده هاد لانترفاس هادي. دونك هاد لانترفاس هذا شنو كيكون عنده؟ كيكون عنده اللينك لوكال ديالها وكيكون عندها واحد لادريس جلوبال. ديك لادريس جلوبال هي اللي كيخرج بها الانترنت، واللينك لوكال هي اللي كي نورمالمون كتكون هي الباسريل بالنسبه لهادو هما، بالنسبه لهاد لي ماشين اللي عندي هنايا. فوالا يعني الباسريل ديال هاد لا ماشين هادي هي اللينك لوكال ديال هاد الروتور هذا، فوالا ديال هاد الانترفاس اللي عندي هنايا. فوالا المونو ديفيزيون جلوبال، شوفوا عفاكم دابا المونو ديفيزيون جلوبال. الوغ عندنا المونو ديفيزيون جلوبال اكتيلمون قلنا المونو ديفيزيون جلوبال هي ليكيفالون ديالهم في الاي بي في 4 هي الاي بي هي لادريس بيبليك، سون دي زادريس بيبليك اللي هما روتابل في الانترنت. دونك اكتيلمون سو لي زادريس دو مونو ديفيزيون جلوبال سون لي بروميير بيت سون عندنا زيرو عندنا زيرو زيرو واحد اولا يعني لي زادريس اللي هما جلوبال ديما كيكون عندهم لي بروميي بيت ديالهم لي بروميي بيت يعني على الشمال. ها لي بروميي لي 3 بروميي بيت كيكون 001 ديما هادي عندك شي حق تبدل فيهم ثلاثة الوالا 001 فوالا. دونك يعني شنو كتكون فيها عندنا؟ دونك كتكون على هاد الشكل هذا يعني 2000 الى جينا حولنا 2000 شنو هي؟ هي 001 0 يعني الى لاحظنا اذا 001 3 ديال لي بيت ولا هي سلاش 3 هادو ما كيتغيروش واللي بقى كيتغير. فوالا دونك ان ادريس دو ديفيزيون جلوبال سو كومبوز دو 3 بارتي. دابا عاوتاني لادريس اي بي لادريس اي بي في 6 اللي هي جلوبال كتقسم ثلاثه ديال الاقسام. عندي le préfixe de routage global qui t'ma le préfixe ديال le routage global ou عندي l'ID de son réseau ou عندي l'ID de l'interface. فهمنا؟ دونك كيفاش غادي نعملوا لها عفاكم؟ شوفوا معايا عندي نورمالمون مثلا هاد لادريس هادي هاد لادريس هادي هي دونك عندي 2001 دي بي 8 اسي ادي 2.1 2.2.10 سلاش 64 نجي نشوف عفاكم 64 سلاش 64 يعني كنقسمها على جوج
دونك شحال عندي في هذاك؟ نورمالمون كنعمل نورمالمون 8، اذا 4 ديال اللي 4 ديال الاكستيت هيكونوا هما ديال لاباب ديال البريفيكس، دونك هما هادو 2001 دي بي 8 اسي دي 1، ها هما هادو ديال البريفيكس، واللي بقى هو الاي دي ديال الانترفاس. صافي هادي مفهومه. من بعد غادي نشوفوا عفاكم هاد لو بريفيكس غناخذو منه ثلاثة ديال الهيكستيت، غنسميوهم بريفيكس ديال الروتاج جلوبال. ها هي بريفيكس ديال الروتاج جلوبال، ثلاثة خدينا منه سميناهم بريفيكس ديال الروتاج جلوبال. يعني شحال فيهم هادو؟ الا زولنا هنايا هاد زولنا واحد الاكستيت، شحال يبقى لنا هنايا؟ يبقى لنا 48 بيت، يبقى لنا هنايا 48 بيت. فوالا هادو دو لادريس اتريبيي بار لوبيراتور تيليكوم اون جينيرال. هادو شكون اللي كيعطيهم؟ كيعطيهم لي زوبيراتور تيليكوم، بحال مثلا اتصالات المغرب ولا وانا ولا اورانج ولا المهم، هادو كيعطيهم لي زوبيراتور تيليكوم. هادو كيتسمى لاي دي دو سوريزو ديالك. يعني لاي دي دو سوريزو ديالك هنا كتبدل فيهم، انت كتقدر تبدل فيهم هنا. مثلا اذا عندك مثلا جوج ديال لي سوريزو، شنو غتعطي هنايا؟ غتعطي واحد سوريزو تعطي لها 001، ويا خرا شنو غتعطي لها؟ تعطي لها 00 مثلا 10 مثلا. تفهمنا؟ هذه كتسمى الاي دي ديال سوريزو. وهذا الاي دي ديال الانترفاس. الاي دي ديال الانترفاس سافو دير ديال لا ماشين. مثلا عندي 001 0000 مثلا عندي هنايا واحد، هذا شني هذا؟ مثلا هذا 10، هذه مثلا هذا 10، هذا سي الاي دي، هذا هو الاي دي ديال الانترفاس او الاي دي ديال يعني البارتي ماشين او فوالا لا بارتي ماشين ديال ديك لا ماشين اللي كتنتمي من هذا الريزو 001. ولكن اذا عملت هنايا 000 مثلا 0010 وعملت 2 بوان، وعملت هنايا كيما هنايا، وعملت هنايا 10، شنو غادي تكون؟ غتكون هاد 10 اللي عندي هنايا نورمالمون، هاد 2 بوان 2 بوان 10، يعني هاد الانترفاس هذا وهي لادريس اي بي 10 اللي كتنتمي لهاد الريزو هذا او لو سوريزو هذا. تفهمنا؟ دونك اللي هو 0010. دونك لادريس دو فيزيو كتقسم ثلاثه ديال الاقسام، كتسمى بريفيكس دو روتاج جلوبال هو، وعندي الاي دي الو مسحو بعدا انا هادشي عفاكم عاد باش فوالا. دونك غنجي عفاكم هنا نورمالمون قلنا لادريس اي بي في 6 دو ديفيزيون جلوبال كتقسم ثلاثة ديال الأقسام، عندي 48 ديال لي بيت، الأولى سون دي زادريس سون بري كيتسمى هو الروتاج جلوبال، موراهم عندنا الأي دي ديال سو ريزو، وموراهم عندي ديال الأي دي ديال لا ماشين أو لا ديال الانترفاس. فوالا نورمالمون هادو هما ثلاثة ديال الأقسام ديال واحد لادريس اللي هي مونو ديفيزيون جلوبال. وما تنساوش عفاكم ان ادريس اي بي في 6 دو مون ديفيزيون جلوبال عندها هاد ثلاثه ديال لي بيت الوالا، ما كيتغيروش اليوم، كيكونوا ديما 001. فوالا دونك الكونفيغوراسيون ستاتيك دون ادريس دو مون ديفيزيون جلوبال. ندوزو عفاكم هنا نورمالمون كيفاش لا كونفيغوراسيون ستاتيك دون ادريس دو مون ديفيزيون جلوبال في واحد لا ماشين مثلا. الو فواحد لا ماشين نورمالمون كندخلو نعملو هنا الوغ اينيوري، كنمشيو نورمالمون نوفغيغ لي بارامتر دو ريزو، نجيو هنا عفاكم ونعمل سونتر دو ريزو بارتاج، و كنجي نورمالمون موديفيي لو بارامتر دو لا كارت. نجي باغ اكزومبل نهاد ليترنيت هادي باغ اكزومبل، ونعطي لها
l'interface Ethernet ou un télo par exemple IPv6. Alors je vais IPv6 qui est normalement une A. Et normalement il m'a casé à taille automatique ou là normalement statique. Alors là on a un statique qui est normalement une A. Là normalement adresse IPv6, ça veut dire alors on a choisi la configuration de l'adresse IPv6 sur un autre similaire à celui d'une adresse IPv4 et un IPv4 il y a maintenant normalement une manière qui fait que nous aurions le fait que l'IPv6 et l'IPv4 ont un contrôle américain contrôle un centre réseau et de partage ou qu'un gène normalement un canal IPv6 mais canal chez l'IPv4. Voilà. L'adresse de la passerelle par défaut peut être configurée pour correspondre à l'adresse link locale ou de monodiffusion globale de l'interface gigabit Ethernet. Un link n'a normalement normalement quand normalement un passerelle il y a un link local ou la catate le monodiffusion globale. Voilà. Il y a l'interface gigabit Ethernet. Bad canaté l'attribution dynamique des adresses IPv6. Yani là normalement il d'amelt V6 yani automatique. C'est ça qu'on doit na la technique qui s'appelle SLAC, il y a configuration automatique des adresses son état. Normalement on a juste dit le tour qui مش كنعطيو l'adresse IPv6 يا اما كنعطي لها statique هي بهذه الطريقه هنايا. Voilà. Et ma contrôle qu'on a un aïe statique. Ou là, il a été normalement automatique. Candose, on a la technique qui est SLAC aïe configuration automatique des adresses en état. Ou là, Candose IPv6 THCP v6. Yani DHCP version 6, yani le serveur DHCP qui a été automatique, ou lakin j'ai DHCP dial normalement les chenaf les PV4, ou lakin la version DHCP les ou la version 6 avec état ou les ADA normalement qui se configurera le serveur qui se configurera avec qui d'ailleurs les adresses IPv6. Voilà. Alors configuration dynamique SLAC, on chauffe à comme SLAC qui fait ce alors SLAC configuration automatique des adresses son état, ça veut dire un périphérique peut obtenir son préfixe, la longueur du préfixe, l'adresse de la passerelle par défaut et d'autres informations à partir d'un routeur IPv6. يعني مثلا عندنا واحد مثلا كنكونفيغوري الروتور ديالي كوم سيرفر كوم سيرفر يعني من يعني كوم سيرفر لي سلاك اللي كيعطي نورمالمون لي زادريس اي بي في 6 او اي بي سي نورمالمون فداك لو ريزو كياخد لادريس كياخد لادريس لادريس اي بي في 6 ا بارتير من داك الروتور فيا هاد لا تكنيك اللي هي سلاك. فوالا. Utilise les messages d'annonce de routeur ICMP version 6 du routeur local. Alors, des messages d'annonce du routeur IPv6 sont envoyés toutes les une seconde à toutes les périphériques IPv6 du réseau. Voilà. On a normalement l'option un slack uniquement. يعني normalement, هاد PC هذا كيقدر ياخذ l'adresse من هاد routeur via slack. Ou là via le DHCP V6. L'option 1, يعني imam slack uniquement, يعني qui a un slack uniquement, ou là qui a un configuré un slack ou un DHCP V6, ou là un DHCP V6 bouhda. Voilà. Donc, on a les options qui ont besoin de l'adresse IP, qui ont besoin de la machine IPv6 automatique. Voilà. Donc on a un slack bouhda ou la slack ou l'IP ou le DHCP V6 bouhbihom ou la DHCP V6 bouhdo. Voilà. Donc on a trois ديال les options li عندنا باش كياخد la configuration dynamique ديال واحد l'adresse IPv6. Voilà.
هنا نورمالمون عندنا دي اتش سي بي في 6 voilà donc نشوفوا عفاكم دابا كيفاش غنعملوا لا جينيراسيون الياتوار اي على دو لا ميثود او او اي 64 يعني كيفاش نورمالمون واحد بي سي كياخذ واحد لادريس اي بي اللي هي اوتوماتيك دونك هنا عندنا واحد لا تكنيك تسمى لا تكنيك او لا ميثود او او اي 64. Alors, lorsque le message d'annonce du routeur est la slack seule ou la slack avec DHCPv6, son état voilà, alors avec son état, alors le client doit générer lui-même son ID interface. يعني لو كليون كي جينيري راسو لادريس لاي دي ديال الانترفاس ها لاي دي ديال الانترفاس جي دي ها ماشي 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 لادريس كامله والحق لادريس مي لاي دي ديال الانترفاس غنشوفوا عفاكم كيفاش كيعمل باش 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 ياخذ باش يجينيري لاي دي ديال الانترفاس ديك le PC ou là avec le périphérique. On se voit avec comme d'abord Tariqa qui fait un client génère lui-même son ID d'interface. Il y a donc l'ID de l'interface ou la partie machine dialo qui fait qui génère à Tariqa dial l'OU على الطريقه ديال او اي او اي 64 وعلى الطريقه ديال او اي 64 الوغ كي المرحله الاولى هو ان كيجيب كي كونسلتي لادريس ماك ديالو دونك ديك الانترفاس كيمشي لادريس ماك اللي عنده مثلا لادريس ماك شحال فيها ديال لي بيت فيها 48 بيت فوالا دونك كيمشي كيجيب داك لادريس ماك فوالا دونك مثلا لادريس ماك ديالو هي هادي دونك اف سي 99 47 75 سي او او 0 دونك هادي هي لادريس ماك الوغ بروميير ايتاب كيقسم داك لادريس ماك على جوج فوالا دونك عندنا هنا في كتقسم نورمالمون ها هي دونك هنا عندنا 24 ديال لي بيت وهنا عندنا 24 ديال لي بيت فوالا ها دونك يقسم على جوج دونك ديفيزي لادريس ماك الوغ هنا فوالا كيحول هادو للبينار كيحول هاد لابارتي 24 بيت الاولاني كيحولها للبينار الوغ كيما كتلاحظوا عندنا اف هي واحد 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 اربعة ديال الوحدات سي عندها واحد واحد زيرو زيرو تسعود عندنا هي واحد زيرو زيرو واحد تسعود الثانية عندنا هي واحد زيرو زيرو واحد اربعة هي عندنا زيرو واحد زيرو زيرو سبعة عندنا هي زيرو واحد 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 فوالا دونك هنا كيوقف فوالا الوغ الثانيه حتى هي كي حول البينير دونك 75 سي او او 0 حتى هي كي حول البينير فوالا فوالا دونك هنا شنو كيعمل كي زيد كي انسيري واحد واحد الهكستيت اللي هو هذا ديما كاينه كي ديما هاد لا فالور ديال الهكستيت هادي كتزاد دونك كي انسيري الوغ شنو هي هاد الفالور ديال الهكستيت اللي هي اف 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 او هاي دونك اف 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 او كنحولوها للبينير وكنزيدوها هنايا كنحولوها للبينير شحال هي اف 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 او دونك اف هي 4 ديال الوحدات هي اف الثانيه هي 4 ديال الوحدات هي اف الثالثه هي 4 ديال الوحدات هي الاو هي 1 1 1 0 ها هي كيزيدها هنايا علاش زدنا هاد اف 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 او حيت قلنا لادريس ماك في التوتال ديالها شحال فيها هنايا شحال فيها فيها 48 ديال البيت ها 48 ديال البيت وباش نكملو 64 هي الاو اي 64 يعني خصني نزيد ضروري واحد 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 ليكستيت وهذاك ليكستيت شحال خصو لاطاي ديالو تكون تكون فيها 16 ديال لي بيت فوالا 16 ديال لي بيت باش كنكمل 64 ديال البيت فوالا دونك وديما كنزيدو هاد لا فالور هادي اللي هي اف 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 او فوالا دونك انا زدتها هنايا كما كتلاحظوها هي كتبقى كما هي الوغ فين بدلت
بدلت هنايا في البيت. الوغ هنا عندي 4 5 6 في البيت السابع. الوغ كنمشي للبيت السابع اللي هو هنا نورمالمون وكنبدل فيه. دونك هنا عندي 0 كترجع 1 هاي صافي. عندي 0 هنايا في البينير كنرجعها 1. عندي 1 هنا كترجع 0 voilà. Donc provenant de l'adresse MAC du client mais dans le 7e bit universellement localement UL est inversé. C'est inversé. يعني كان عندي هنايا 0 هنا كيرجع 1، كان عندي 1 هنا كيرجع 0 voilà. Donc ديك الساعه كنحول هذا البينير هذا كنحولو لكساديسيمال وكتخرج لي هاد لادريس هادي ها هي. تفهمنا؟ دونك كتخرج لي هاد لادريس هادي هي اللي هي نورمالمون ولا حولتها كتخرج هي اف. هي دونك عندي كلشي وحده هنايا هي اف. اف 4 ديال الوحدات اف موراها شنو كانت عندي؟ كانت عندي نورمالمون 1 1 0 0 واحد واحد زيرو زيرو. شنو ترجع؟ ترجع 1 1 1 0 هاي. ولا حولنا هادي حولناها لكسا ديسيمال تعطيني هي او. دونك هي رجعت هي اف او. هادو كيبقاو كيما هما، هادو كيبقاو كيما هما كيما هما كيما هما كيما هما كيما هما كيما هما. فوالا هاديك الساعة كنكون خرجت لابارتي ديال اي تي ديال لانترفاس ديال لادريس ديالي. دونك هادي نورمالمون هادي غير هادي غير لاي دي ديال الانترفاس في الحق. باقي لا بارتي ديال بريفيكس كنزيدها نورمالمون كتكون هنا في هنايا قبل من اي دي ديال الانترفاس فوالا نورمالمون. دونك هادي هي الطريقه ديال او يو اي 64 كيفاش نورمالمون كان جينيريو الاي دي ديال الانترفاس بالنسبه لواحد لادريس اي بي في 6 génération aléatoire à l'aide de la méthode OUI64. Alors l'ID de l'interface génère aléatoirement, yani tek l'ID de l'interface qui génère normalement aléatoire hein. Aléatoire la hasab normalement l'adresse MAC l'adresse MAC de l'interface. Voilà, alors le Windows utilise un ID d'interface généré aléatoirement. Maintenant, quand on a un IP config, l'invite de commande de Windows Diana, qui a été l'adresse, maintenant le résultat a dit. Alors, il a retourné maintenant un IPv6 adresse, donc quand on a normalement. مثلا عنده هاد الانترفاس هادي باغ اكزومبل. هذا هو الروت، هذا هو نورمالمون البارتي ديال البريفيكس، وهذا هو يعني الاي دي ديال الانترفاس اللي هو نورمالمون مجينيري الياتوارمون نورمالمون بهاد الطريقه هادي فوالا. Donc